Marami Ferrader. رادار. السياسة أخلاق أو لا تكون، هذه قاعدة عزيزي المستمع، والحاجة هذه الحمد لله يا ربي تفهمها وتتعلمها من مشهد السياسي متاعنا في تونس. يا رسول الله تقولش إنك ترى نهار كلاش هكا ولا زوز يتعاركوا أبدا، والله حتى ساعات تشتهي هكا تقولهم مثالش برا زرقوا لبعضكم حتى شوية، ما يحبوش في بعضهم يقولوا لك لا. حاسك مش مقتنع؟ لا حاسس في عينيك، أنا أكد لك. شوف أنت سرحان ناصر يحكي على عياض اللومي، تفهمني كان منتمي للتجمع وبعدين بعمري ما خديت بطاقة انخراط وبعمري ما كنت عضو. ما نجمش نقول له يكذب خاطر اكبر مني في العمر. الله الله، هذه هي اخلاق السياسي. يا ربي محمد صلاح متاع السياسه، شنو الجو هذايا؟ اللهم صل على النبي، اكبر مني ما نقولوش كذاب. حكمه حكمه، الله الله عليك يا سي سرحان، برافو والله برافو. مانيش باش تقول له تراه كمل لي كمل. ما نجمش نقول له يكذب خاطر اكبر مني في العمر. لا ما هو كذاب. لا ما هو كذاب. نعم ما تحبش تقول عليه كذاب خاطر اكبر منك، اما لا ما هو كذاب. يا راجل يا راجل، مالا فاش قام جايب لي فيها رابعه العدويه من الاول وما نقولش عليه كذاب واكبر مني؟ مالا هذه شنية؟ لا ما هو كذاب. ما قلتها في قلبك هذه معناها انت ولا شنية؟ ولا ما تحسبش ولا حافظها كيك الجمله تتباع مع بعضها باك كامل، شطر تقدر وشطر لا. والله لا فهمتك، والله لا فهمتك، ما ظهر لي احسب حسابات وطلع مش كبير برشا، فهمت؟ برا بركه، لا لا مش كبير لك الدرجه نقولوا عليه كذاب عادي، هذا يتقال عليه. يا والله يا والله سي سرحان، تجو تجو القرف تاجت عين في ايه؟ ايش مش نقول لك عزيزي المستمع، ما تسالنيش انا بيدي مازلت مش فاهم، ولا ومش كان هو راه حتى سمير الوفي مش فاهم الحق تاع رب. لا سمير حكايته حكايه عاد، هذاك سمير مش فاهم وفي شكون يشكر على شكون يسلم شكون مش يسلم عليه، مش فاهم روحه هو، بيدو حكايه حكايه. نحب نوجه تحيه للمعستومي، معستومي بعث لي توا رساله يقول برافو حوار راقي، شكرا تحياتي صديقي. تحيه ليه صديقنا الزهري. شكرا معز. نعم تو هو يسلم عليك معز التومي، شو اسمه معز؟ انت تسلم على زهير شكون وذايا؟ شكون زهير بجاه ربي؟ تو كلام هذا يسلم عليك معز ترجع على زهير؟ اباي مالك انت تقول لك مرتك نحبك تمشي لجارتكم تقولها حتى نحبك؟ ما بالضبط والله بريس كيف كيف. لا لا لا, لا ظهر لي سمير مش فاهم الكونسيبت، راه اللي يسلم عليك هو بيدو اللي ترجع له، ما قالكش عدي لي سلام الزهير او معز، فهمت؟ هو يقول لك السلام قول السلام، شو نعاودوا من الاول؟ لو انت حافظ مش فاهم يسير يا اخويا يسير عادي عادي، شي المشكله؟ سلم على اللي تحب يا سي سمير، سلم على زهير شكري منير ابو بكر اللي تحب، الفايده الفايده ما تحرمنيش من الفكاهه نتاعك. او سمير في الدعابه حاجه اخرى، عسل عسل والله يا عسل. انت ما تخليش ضيفك يعمل مقدمه وتقول له بك جاي لهنا باش تنظر علينا وباش تعمل، جاوب على السؤال مباشره. لا يا ولدي خليني قاعد نجاوب، انا نعتبره جواب. هذا قدكش ماكش حليمه مع ضيوفك في الوقت اللي تكون انت عملوها بنا اللي تكون عملوها بنا اللي تكون حلوة حلوة للفكاهة عنوان يا بابا عسول عسول. اوه سمير كيبدا في مود ويهبلك ضحك، لا يهبلك يا ودي يكذب عليك تفدليك عنده ناسه، فهمت؟ قالوا كون حليم، قالوا لي انا عبد الوهاب. او جاب ربي ما قالوش نحبك تكون صافي، صافي سعيد ولا وديع صافي. حاجة تحشم. خلاص البرنامج تفضل. تحية لصديقنا.